باشر صندوق الزكاة في مدينة بني وليد بفتح بند العلاج للأسر المحتاجة داخل المدينة. طبعا كان بند العلاج متوقف منذ حوالي 7 أشهر نظرا لعدم توفر ميزانية كافية لفتح هذا البند. افتتحنا منذ حوالي أسبوع، تم استقبال بعض الملفات حالات الأمراض، ما استثناء بعض الأمراض وهي العلاج الطبيعي والعقم والأورام. هذه الأمراض تحتاج الحقيقة إلى مبالغ مالية كبيرة جدا، وتحتاج إلى وقت كبير حتى يعني يتم أو الوصول إلى العلاج النهائي لهذه الحالات. طبعا نحن فتحنا العلاج داخل ليبيا فقط حتى يتم التعامل مع المصحات مباشرة، حيث بعد أن يتم استقبال ملف من الشخص المعني يتم هناك في بحث اجتماعي، أيضا يعرض الملف على اللجنة الطبية واللجنة الشرعية للنظر من ناحية الاستحقاق ومن نظر من ناحية العلاج داخل الدولة، وإذا تم الصرف أو موافقة للشخص يتم التواصل مع العيادة مباشرة حتى يتم تغطية كافة المصاريف.